أهلا. غنى يا جبال الريف علاش تكذبي وتباني قدامي فرحانة لي خالق قادر يبني في جنابك حقول وديان. يا جبال الريف شوفي قدام طريق النور مفتوحة لقدام، يروح الليل ويطلع صباحك يزول الشوك من ورد العرسان. يا جبال الريف علاش تكذبي وتباني قدامي فرحانة لي خالق قادر يبني في جنابك حقول وديان. يا جبال الريف شوفي قدام طريق النور مفتوحة لقدام، يروح الليل ويطلع صباحك يزول الشوك من ورد العرسان. يا جبال الريف علاش تكذبي. أخبار أسعد الله مساءكم. خلونا نكتشف اليوم كل برج شو رح يجيب. برج الجوزاء سنة 2016 مليئة بالفرح والتفاؤل، وحتلاقي عمل يناسبك. برج الميزان رح يواجه مشاكل بفترة قصيرة بس رح يقابل شريك حياته. برج الجدي على الصعيد العاطفي ستواجهك مشاكل مع شريكك. الو بالك مرتاح وقاعدة؟ قاعدة عم تشرب مي وبالك مرتاح؟ كيف بتقتليه؟ لك كيف دم بارد بتقتليه؟ مين؟ كرتون. مرحبا مرحبا رافائيل، كيفك حنان؟ انا منيحة وانت؟ منيح. شو رح نعمل اليوم؟ اليوم في اشياء كتير حلوة. ايه حنان، شو في رافائيل فيك تخبرون؟ ايه، اليوم كل حدا عنده عيد ميلاد رح نحتفل معه وان شاء الله كلهم يفرحوا. يا طب طب ودلع يقول انا تغيرت علي، انا زعل ولا ما هو كل همه ازاي ارضي. قولوا له ده انا برضه ساعات بحلقت مره زعل مره ادلع عيني، من فين على حاله كل الاوقات ده تعبني قوي طلع عيني. يا طب طب اخبار أسعد الله مساءكم. وقوع طائرة مجهولة الاسم كانت تقل أكثر من 200 راكب، وحتى الآن غير معروف الأشخاص المفقودين. يقال أن الكابتن كان لديه مشاكل نفسية. نشكركم على حسن متابعتكم. موعدنا يتجدد معكم غدا. شكرا. تحياتي. ميرسي. حلو أول أغنية غنتها حنان، وهي أغنية يعني أنا ما بعرفها، ولكن اللحن كان واضح، غنت صح، غنت بصوت حلو عم بيرن، ولكن الشغلة هيك حسيتها كتير عم بتسمع، كأنها عم بتسمع قراءة هيك بطريقة كتير ستيريوتيبي غنتها، ولكن كله كان صح. تاني أغنية بفتكر هي كمان لاحظت بمطرح معين بس كان too late إنه أخذت الطبقة أعلى من ما لازم تاخدها، وجربت تعمل كنترول على النوتات وترجع ترجلش صوتها ليقدر يصيب، بس في محلات ما قدرت تصيب، سو هون كانت مشكلة الطبقة. بالنسبة لبقبة الأكت بالصوت بالحكي، بس أنا بالكرتون أكيد كنت بفضل تغير صوت بين التو كاركترز، كاركتر السبي وكاركتر البنت، كانت عطت إمبريشن أحلى. بالدراما لو ما حكيت كتير ولكن عطت كتير إكسبريشن بصوتها، إكسبريشن الخوف الرعب كانوا حلوين. سو اجمالا كان حلو الايفال، ولكن لازم تنتبه على اختيار التوناليتي وعلى الانتربريتاسيون شوي.
اليوم تفاجأت من حنان لأنه حنان صار في تقدم واضح كتير حلو وهي ارتاحت نفسياً. اليوم ما عجبتني زيادة. أول غنية الغنية حلوة بمطارح كانت عم تسمع امتلتها ما وصل للإحساس. تاني غنية أخذت طبقة كتير عالية نشزت إن زمان ما سمعنا تنشيز حنان، هلأ اليوم نشزت. هالشغلة ما بعرف ما بتخدمها. أنا اليوم ما مرق عندي الإيفال تبع حنان. أنا بشفت إنه عملت مجهود، يعني درسة، عملت فرضة مثل حدا عم يعمل فرضه. ما كانت عاطلة بس ما كانت خلاقة. إنه الأبراج ووقعت طيارة، يعني عملت فرضة مثل ما لازم. اشتغلت على أفكار معينة طبيعية كليشي ما كافي. وحنان ورافائيل بالكرتون وبالدراما عملت مشهد انه عملت اكسبريسيون بوجهها اوكي بس الفكرة ما كانت عظيمة. وبالغنى يعني شفتها ما رأيت حنان لا اكتر ولا اقل، هيك يعني على القد. ما عملت شي عاطل بس ما رأيت. انا كنت بستنظر اكتر من هيك لان كمان حنان بعتبر هيدا ملعبها لانه هي من الاول عودتنا على ايفاليت بالتمثيل وبالافكار حلوة اكتر من هيك. كنت متوقعة أكثر من حنان، خاصة إنه يمكن إذا قصرت بالتمثيل ما عوضت بالمغنى اليوم. أول أغنية أوكي لأنه من تراثها، يعني لقينا إنه كاركتير حلو، تعرفنا على أغنية جديدة وهي غنتها بطريقة مرتاحة. هلا اول غلطه وقعت فيها بالاخبار ما فينا نحط ابراج، يعني اذا رافائيل اعتبر انه اخبار صار اكاديمي اخبار بقبلها بس ما فيني اعتبر انه الابراج هن جزء من الاخبار. بنرجع ننتقل للدراما. الدراما كانت كتير منيحه انا بالنسبه لي، الاحساس التليفون هون في مساعده اكيد رافائيل كان عم بيساعدها، ولكن الاكسبرسيون يعني تعبير وجهها كيف خافت كيف اجاها الاتصال كان جيد. بالكرتون رجعت قصرت لانه ماني ضد فكره الماريونات بس مش قصه حتى انه كنا بحاجه لصوتين مختلفين. فتنا برتابه يعني حتى ما كان في خلق بالنسبه على صعيد القصه، يعني رافائيل وحنان وما في شيء للاولاد، يعني ما في شيء باللي عم بيقولوه هالشخصيتين، ما في شيء بيشبه الولاد، ما في شيء له علاقة بالولاد. يعني أنا بدي أحط حالي عمري 5 سنين عم بحضر هيدا الشيء ما بنبسط فيه. بالمغنى لما رجعت غنت غنية لنانسي عجرم أخذتها كتير عالية، وبالآخر انتقلت للأخبار أفضل من أول مرة لأنه كانت الأخبار جدية أكتر، ولكن ما كانت يعني ما عطتني جو الأخبار، ما عطتني بعدها عم تتغنج أنه عم تقول أخبار. ما فيها يعني الأخبار معروف أنه بتنعطى بطريقة سولانيل، بطريقة جدية، بطريقة ما فينا يعني ما بنعبر، يعني بيكون الخبر بده يوصل بطريقة سلسة وبنفس الوقت ما يحط المذيع الأخبار يحط أحاسيسه أو يحط ياخذ طرف. لا حسيتها عم تتغنج بعد ما حسيتها عم بتذيع أخبار، فكانت أنا لإلي أقل بهيدا الإيفال، علما انه بالصف حنان من المناح عندي، يعني حدا كنت متوقعه يعطيني اكثر بهيدا الإيفال. بالغنى حبيت الخيار اللي اخذته حنان، اول شيء اول خيار لانه غنت شيء هالقد هي بتحبه هالقد شيء بتعرفه شيء مغربي يعني بيشبهها هويتها، وحبيت كيف غنت لانه هي باللهجه حتى والطريقه كان مهضوم المرور تبعها. ولكن بتاني باساج اول شغله ما خدمتها هي انه اختيار الطبقه. هون بنرجع بنقول قد ايه الواحد بيكون استفاد من الصفوف والدروس اللي اخذها، لان احنا بنضل نقول انتبهوا على الطبقه وانتبهوا على الطبقه، انه كان لازم. هلا هي محمسه عم بتفوت من مشهد وتطلع من مشهد، عم بتفوت من تشانل تطلع من تشانل، بس كان لازم تنتبه لانه هيدا اليوم غلطه بطل فيها واحد يعملها، انه ياخذ طبقه مش مناسبه.
وهي أكيد عرفت ومثل ما نحن عرفنا أنه هي أختي طبعا مش مزبوطة، بس كمان بطلت تركب يعني، أو أنه بطلت تركب تغيرها لأنه هي على الهواء، تنعتبر أنه هي طالعة بس مباشر. هذا الشيء أكيد ما خدمها بالمغنى، ولكن أنا بضلني أشوف الجهد اللي عم تعمله حنان والإفار اللي عم تحاول تحطه بالمغنى تبعها تيكون فعلا بمستوى معين يقدر يخليها تحافظ على محلها بالأكاديمية. ان شاء الله تقدر تكفي بهيدا المسابره هون وبرا، تقدر تعطينا شغل حلو، لان هي من الاشخاص اللي بيقدروا يعطوا.